السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غدا نوجد معكم واحد الحليوة ديال لاكريم. قلت علاش ما نشاركهاش معكم، تجي زوينة منزلية بدون لا جيلاتين، سهلة التحضير. تنحتاجو في المقادير عندنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الأبيض ديال العنبة، 3 الكيسان، عندنا 3 ديال البيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو المر. عندي هنا 3 درت 3 ديال البيضات، غادي ندير معاهم كاس لاروب ديال السنيده، سكر سنيده، ندير الزيت شوي بشوي، ندير الحليب. دابا غدا ندير الدقيق غير بشويه بشويه، غدا ندير الكاكاو هو الاول يكون مغربل، 2 معالق كبار، دائما غربلوه باش ما يبقاوش لك المكورات ديالو، تيكون مكور كيف ما كتكون طالعه هكا الخليط طالع مزيان. ملي كنديروا ليه الضرب الكهربائي تيعاود يطيح. ندير الخمارات 2، درت 2 ديال الخمارات، نزيد الكاس الثاني، الكاس الثالث عفوا، ونقص منه 2 معالق كبار لحساب بودرة الكاكاو، 2 معالق كبار باش يجيني العبار هو هذاك، خصني نحيدهم دابا. صافي هذا هو القوام ديالو. ثلاثة الكيسان ديال الدقيق ناقص 2 معالق كبار، حضرنا 2 معالق ديال البودرة، اللي غادي يدير بيضة ما غاديش يدير بودرة الكاكاو، غادي يدير 3 ديال الكؤوس عبار العنبة. صافي كيف تيبان لكم العجين ديالنا، الخليط قسمته على 3 باش يجيوني 3 نفس العبار، نفس القياس درت في الزليفات جبرتو. عندي المقلاة ما تتلصقش، غندهنا بشوية ديال الزبدة غير شوية، ونرشها بالطحين، غادا نخوي فيها الخليط الأول. صافي وغنوزعو على المقلة بحال هكا بشوية بشوية، المقلة كاملة. غنكون ناقص عليها البوطة مهيلة وغدا نغطيها. ملي نحيدو الغلاقة كتكون عرقانة خاصنا نمسحوها. دابا صافي هي شدت، صافي غنقلب على الوجه الثاني واحد دقيقه ولا 2 دقائق. هاي كتبان لكم طيبه مع لفه البودره الكاكاو، راه كطيب غير ما تتبانش مزيان.
هنقلبها ونعود ندير الثانيه. صافي هذه الثانيه طابت لينا، هاي كتهز بسهوله. غادي نقلبها حتى الوجه دقيقه ولا جوج دقائق ونحيدها صافي ونكمل معكم. من بعد ما كملتهم هما ثلاثه ودرتهم في الثلاجه حتى بردوا مزيان، هما راجيما ديالنا ثلاثه طبقات خاصهم يكونوا باردين. عندي هنايا درت جوج كيسان ديال الماء ديال العنبة مع كاس ديال السنيدة وطريف ديال الحامض ولا الليمون اللي عندكم، وخليتهم تيغلاو حتى ولا تقيل شويه الخليط. غنديروا سيرو هو اللي غادي نسقي به. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير، انا كتعجبني هذه الكريمه ديال الحلويات، هاد الكريمه السائله مسوسه. كناخد من عند واحد المحلابه هنا معروفه طيبه كاينه في الحج فاس، حريه عند جميع اجبان. عندي هنا نص سيترو كريمه مسوسه، عندي هنايا جوج كيسان ونص ديال السكر كلاصي يكونوا باردين، انا كنديرهم في الفريغو. وهذا الكريمه خاصها تكون بارده بزاف، غادي نضربو من اللي بغى يدير هولالا ولا الكريمه الاخرى اللي تدار مع الحليب، كل واحد واللي تيدير. انا كتعجبني هذه المذاق ديالها تيكون زوين وما فيها لا جيلاتين لا والو، طبيعيه. الكريمه ديالنا من بعد ما ضربتها مزيان كيف تتجي تبان لكم واقفه مزيان. صراحه هاد الكريمه صحيه انا كتعجبني بزاف، ما كنديرش انا شونتي ولا الاخرى لا كريم شونتي، الا ما لقيتش هادي عاد كناخذها. كيف كتبان لكم غير باش تجيكم ناجحه مزيان ديروها في الثلاجه تكون نهار ولا من قبل، تكون بارد مزيان وسكر كلاصي حتى هو يكون بارد. دابا هنايا انا عندي 150 غرام ديال الشوكولاط اسود، الشوكولاط كالا هو اللي دائما كنديرو هنايا اقتصادي برخيص. غادي نديرهم في حمام مائي، غنديرهم في السلافه. وعندي كاسرونه كيف تيبان لكم دايره فيها الماء تيطيب، وغنديرهم يذوبوا. كيف كيبان لكم ابو الشوكولاط بدا تيذوب، عندي هنايا جوج معالق ديال بودره الكاكاو غنزيدهم على هاد الشوكولاط، جوج معالق كبار ما عامرينش بزاف. وغندير واحد المعلقه ديال الزيت، معلقه كبيره، وغنرجعهم صافي بلا ما نرجعهم اللي ذابوا صافي بلاش، باقي الماء تحت سخون. غنبقى نحرك فيه بحال هكا ونخليه حتى يبرد واحد شويه، ونجبد الكريمه ونخلطها هكا. ما بغيتش الكريمه تكون بيضه، اللي بغى يخليها بيضه يخليها، انا غادي نخليها غادي واحد اللون زوين صافي. وغنحيدها من الماء ونخليها تبرد واحد شويه. هذه اللوز ايفيلي من بعد ما كان عندي الفران سخون درتو فيه حتى تحمر كيبان لكم في المقله، ماشي فوق البوطه في الفران، كتشعلوا عليه من الفوق تيتحمر مزيان تيعطي واحد المذاق زوين ومقرمش صافي. من بعد ما دهنته ولا اللي بغى يدير في البوش ويهبط مره وحده غير تكون قاده بحال هكا، اللي غادي يدير عبار واحد
نسقيها. دابا انا بعد ما سقيت الثانيه غندير لها كريمه. صافي يكون نفس العبار. الثالثه نديرها، الثالثه ولكن ما غنديرهاش على الوجه، نقلبها باش تجينا مقاده. نفس على الوجه اللي كانت تحتاني في المقله هو اللي سنديروه الفوق. نسقيها حتى هي. صافي من بعد ما سقيتها صافي الطبقه الاخرى. صافي غادا نكمل الشناب ديالها، غندير التزيين ديال الشناب. دابا عندنا هاد الجيب الحلواني، عندي هاد البوق، كل واحد اللي شنو عندو. عندي هاد الجيب، هذا تيدير غير درهم بحال كويس. وعندي الكريمه اللي بقات ليا هنايا، غادا نخويها. صافي ملي درت هنايا غادا نبدا صافي غنمشي عليها كامله بحال هكا. عندي هنايا، عندي هنا 14 قطعة ديال الشكلاط، هذا قال لي 4 دريال، معلقة ديال بودرة الكاكاو، واحد دانيت، غندير حمام مائي، غادي ندير زلافة، وغندير باماغي، وغندير الشكلاط، وغندير عليه البودرة الكاكاو، وفي الأخر غندير دانيت، ولي غنديرو الكاناج من الفوق. من بعد ما دوبت الشكلاط، درت معاه واحد دانيت، ومعلقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو. غادي ندير عليها واحد المعلقه ديال الزيت المائده باش تعطينا لمعان. معلقه كبيره ديال الزيت غتعطينا البريو. دابا راه بارد ماشي سخون، كنخويه كامل. انا اخترت ندير في الجناب لوز فيلي محمر. بغيت نغير شويه ما نديرش كلشي شوكولات. الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات كيف جات؟ صراحه جات زوينه وحلوه اقتصاديه في المنزل بدون جيلاتين، مقادير بسيطه. نتمنى تعجبكم، فرحوا بها وليداتكم اللي عنده عيد ميلاد ولا شي مناسبه، واللي بغى يفرح براسو وجده في الدار نجاح ولا اي مناسبه، ولا ماشي بدون مناسبه احتاجوا الحليوه تصايبوها في الدار. نتمنى تعجبكم وبسلامه عليكم الى فيديو اخر. مع السلامه.